ان شاء الله احنا كنا وقفنا المره اللي فاتت مؤشرات الاداء في المكان، هم ست حاجات لما عملوا الاحصائيه دي. اول حاجه، اول تحدي موجود عند شركات كتير ومؤسسات كتير كان اختيار المؤشر، ولكن بيمثل 32% من التحديات كلها. تاني تحدي ويعمل لك مشكله تجميع البيانات، دقه البيانات وانها تكون توصل في ميعادها، حاجات كتير قوي، لكن بيمثل 28% من المشكلات او تحديات البرفورمانس ميجرمنت بصفه عامه. رقم ثلاثه، تحديد المستهدف. ازاي نحدد مستهدف لا يكون مستهدف معجز ولا يكون مستهدف سهل نحققه واحنا باقل مجهود وكان ممكن نحقق افضل من كده. وده كان بيمثل 18%. عندنا رقم اربعه، تحليل المؤشر. يعني احنا بسهوله جدا ان احنا نعمل تقارير، لكن مين يحللها؟ علشان اصحاب القرار ياخدوا المؤشر ده ويبداوا يعرفوا فين المشكله. فدايما احنا بنقول النقطه دي، المهندس اللي بيشتغل في التقارير او بيحلل اي كي بي اي، سواء مهندس او غير مهندس، لازم في الاول لازم يخرج في الاخر معلومات، يقرا الرقم. الرقم ده يعني ايه؟ فتحليل المؤشر بيمثل 14% من التحديات. فضل بقى الكي بي اي او الدوكيومنتيشن، وده بيمثل 5% من التحديات. اخر حاجه الداتا فيجواليزيشن او اظهار البيانات. احنا كنا بدانا فيه ده المره اللي فاتت، بس نرجع تاني نتكلم علشان كان حصل تقطيع كتير. اول نقطه واكبر تحدي انك تختار مؤشر الاداء الرئيسي. هو انا ممكن اختار مؤشر غلط؟ ممكن نختار مؤشر غلط، مؤشر لا يعبر عن المشكله نفسها. الشير مش ظاهر يا جماعه، ولا في حد المشكله عندك كمية؟ الشير ظاهر ولا مش ظاهر يا جماعه؟ شير تمام يا باشمهندس. ظهر تحديات مؤشرات الاداء الرئيسيه ظهر. تمام. طيب بص، يعني عايزين نقول دايما في الاونلاين المشكله لما تظهر عند واحد اعرف ان المشكله عند حضرتك. لو عند الجميع، يعني لو حد قال ان في مشكله الباقي يقول، فانا كده اعرف ان في حاجه في النت، في حاجه عندي، نبدا نحاول نعالج المشكله. فهنا عندنا اول تحدي هو اختيار مؤشر الاداء الرئيسي. انا هضرب لكم مثال بسيط قوي. واحد عايز يعمل دايت. طب ليه؟ لان عنده يعني نسبه السكر في الدم عاليه. جميل. بعد فتره لقى نفسه علشان يعرف استفادته من الدايت بقى بيطلع على الميزان كده. هل مؤشرك الرئيسي اللي بتقول الدايت نجح ولا لا هو الميزان؟ لا غلط. ليه؟ لان انت مشكلتك الاساسيه هي ارتفاع نسبه السكر في الدم. يبقى انت لازم تجيب جهاز قياس السكر وتختار المؤشر ده بدلا من المؤشر بتاع الميزان. ده المثال المبسط في الحياه. شركات كتير قوي تبقى عندها مشكله في السيوله. السيوله يعني الفلوس، السيوله. يبقى عندها مشكله في السيوله وتبص على الارباح. في مشكله عندها في كاستمر ساتسفاكشن او درجه رضا العملاء، وتبص على العمليات اللي موجوده عندها. فهنا انا محتاج اعرف بالظبط ايه مؤشر الاداء بتاعي اللي يقول انا فعلا انا بحقق الاهداف. قلنا اول نقطه اياك 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 من الكي بي اي اون شيل. واحد كده يجيب لك شويه كي بي ايز من الدور، اتفضل يا هندسه. دي بالنسبه لنا ايه؟ ده كلام فارغ. يعني يا جماعه، يعني يا باشمهندس، انت قلت لنا موقع اسمه كي بي اي لايبرري. كي بي اي لايبرري ده لتنشيط الفكر بس. انما انت ما ينفعش تبدا من فوق لتحت. انت لازم تبدا باساساتك. المره اللي فاتت اتكلمنا عن الرؤيه والرساله والاهداف. من غير رؤيه ورساله واهداف مش هنعرف نجيب مؤشر. فما تبتديش بالعكس. تختار كي بي ايز لشركه مثلا اوراسكو حسن علام. انا برضه شركه كونستراكشن زيهم. يا باشا اهدافك غير اهدافك.
برضه من تحديات اختيار المؤشر انك تختار المؤشر الاهم. يعني انا النهارده لجنه تدريب في احد النقابات، في قارب النقابات عندها لجنه للتدريب اكيد، فلازم تهتم وتشوف فين المؤشر الاهم، وده هيكون من ضمن التحديات اللي في مؤشر الاداء الرئيسي. الصوت قطع يا جماعه؟ الصوت كان قطع رجع ورجع تاني؟ دلوقتي لسه راجع. طيب كنت بحكي فيه في اختيار المؤشر الاهم، ان هناك مؤشرات غير هامه، وضربنا مثال بلجنه التدريب في احدى النقابات هدفها الاول هو خدمه اعضاء النقاب بالدورات الهامه، والخدمه بتاعتنا لازم تكون خدمه يقبلها الجميع. فمش معقول وانا بنجح شغلي يبقى اهم حاجه عائد النقابه من الدوره. ممكن يكون ده هدف ثانوي. فانت لما تيجي تختار المؤشرات تختار المؤشر الاهم. مثلا انا يعني جهه حكوميه ما بعرض الارباح والخسائر، لا ده انا اهم حاجه خدمه، لو انا عندي طبعا الامكانيات متوفره هيبقى اهم حاجه عندي برضو الناس او المجتمع او المواطنين يستفيدوا، فيبقى المؤشرات بتاعتي هتبقى ما فيهاش الجزء الاقتصادي، عكس شركه من الشركات، عكس شركه استثماريه الهدف الربح هو الهدف الكبير بتاعها، قد يكون بجانبها هدف خدمه مجتمعيه، قد يكون بجانبها اهداف نشر الوعي بالمجتمع، نشر التريننج، نشر الثقافه، لكن انا فاتح شركه تدريب علشان اكسب، فاتح شركه توريدات علشان اكسب ومعاها اهداف. يبقى انت مهم قوي في تحدياتك تاخد بالك وانت بتختار مؤشر الاداء الرئيسي فين المؤشر الاهم اللي بيحقق اهدافي. سؤالي بقى لحضراتكم، ايه رايكم بمؤسسه لها مؤشرات اداء شغاله بيها لمده 25 سنه بدون مراجعه؟ يلا مين يرفع ايده بقى ونبدا نشوف. ايه رايكم في الموضوع؟ اتفضل تاني. الصوت تمام كده يا باشمهندس. تمام. طيب سؤالي لحضراتكم والناس بقى ترفع ايديها والباشمهندس بيدخلها. رايك بمؤسسه لها مؤشرات اداء تعمل بها منذ 25 سنه دون مراجعتها؟ طيب ليه؟ السلام عليكم. اتفضل. مين؟ عرف نفسك يا فندم. اللي يتكلم عرف نفسه. معاك الاستاذ ضرار. اهلا وسهلا بكم. الله يخليك. طبعا هذه المؤسسة لا تواكب الحاضر ولا ترى المستقبل، يعني كإجابة مختصرة، لأن المؤشرات بتتغير على طبيعة الأهداف المحققة والوصول للرسالة وللرؤية اللي موجودة للمؤسسة. فإذا كانت الرؤية والرسالة ثابتة لمدة 25 سنة في المؤسسة لا ترى الحاضر ولا ترى المستقبل. بالضبط كده. من الاخر يا جماعه انا عايز اقول لكم المؤسسات دي بتعمل ايه؟ هي مستسهله. هو كان ايه؟ عندهم تقارير وسيدهم زي ما هي. اتفضل يا استاذ فراغ على الكلام. فهو القضيه استسهال. وطبعا قرارات خاطئه لان الاهداف خاطئه، المؤشرات خاطئه، اهدافها بتتغير. 25 سنه اهدافها ما اتغيرتش. سواء من الجانب المالي او في جانب الكاستمرز وتغيرات الكاستمرز نفسهم وسلوكياتهم، او في جانب البروسيس نفسها وطريقه يعني العمليات اللي بتشتغل بيها، او في يعني يا جماعه يعني ابسط حاجه مثلا النهارده عندك شغل الحسابات بقى اوتوميشن، بقى في اوتوميشن والبنوك والحاجات دي كلها، اذا اهدافك جوه في البروسيس هتتغير. طبعا غير الانترنال او النمو الداخلي، كل ده بيتغير. بالاضافه لدخول المنافسين، تغير في كل الدنيا، مستحيل 25 سنه ما يحصلش تغيير في الاهداف بتاعتي. فما ينفعش ان انا افضل كده. بيتر دراكر بيقول في كتابه، بيقول حاجه جميله قوي. بيقول لك ينبغي لكل مؤسسه ان تراجع مسلماتها كل ست شهور.
انت متخيل يعني مسلمات؟ يعني الشركه بتقول لك من مسلمات الشركه ان مثلا ان احنا لو انفقنا في الدعايه كتير بيجي لنا مثلا زباين كتير او كلاينت كتير او كاستمرز كتير. دي مسلمه احنا خلاص مسلمين بيها. طب تيجي نشوف كده هو فعلا بقول لك كل ست شهور اقف مع احد مسلماتك يعني اللي انت متاكد منها مش مع كي بي اي. اذا انت محتاج دايما تراجع هل الكي بي اي دي بتحقق اهدافك ولا لا. بعد ما اتكلمنا عن 25 سنه او ايوه بالظبط لا اننا في مؤسسه ليها او بتشتغل 25 سنه دون مراجعه. احنا قلنا بس الكورونا فتره الكورونا اللي احنا قلنا عليها هتقلب بس على اذنك فتره الكورونا السلايد اللي بعده دكتور ابراهيم تمام. احنا قلنا فتره الكورونا اللي كانت سبحان الله يعني زي ما قلنا كده مربي ايماني وفي نفس الوقت يعني غيرت كتير. هي بتقلب ليه يا جماعه؟ ثواني حضرتك انا ما عرفتش او اقف على دي مش عارف ايه دي اللي انت عاوزها ولا اللي بعدها؟ انا عاوز دي ساعتك ولا اللي بعدها؟ ما اعرفش انا 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 خرجت برضه انا دخلت على الشات عايز اقفله. تمام دي كويسه فعلا هي دي تمام تمام كده. فقلنا ان حال ان في حاله الكورونا حصل حاجات كتيره جدا. ناس كتير بدات تشتغل من بيتها صوت مسموع صح كده؟ طيب تمام. ناس كتير بدات تشتغل من بيتها فادى ده تمام ان ليها ان في اهداف زادت اهميتها. وطالما ان هناك اهداف زادت اهميتها اذا ستتغير الكي بي ايز خلال بس فتره بسيطه وهي فتره الكورونا نتيجه تغير الظروف المحيطه. طيب ايه الاهداف اللي ممكن تكون زادت؟ قوه شبكه الانترنت هتصبح من المؤشرات اللي هيهتم بها الاداره وتهتم بها المؤسسه ان زياده قوه شبكه الانترنت. هيكون في اهداف صحيه تقليل الاصابات. هنبدا نشوف والله كم واحد عندنا في المكان وايه التدابير الصحيه اللي بناخدها. اهداف جديده خالص ما كناش بنتكلم عنها. طيب لو انا النهارده ستور او محل وببيع ببيع اشياء فانا النهارده اتجهت للاونلاين فهيبقى عندي كفاءه وسائل النقل هتعتبر اهداف جديده زادت اهميتها. طب في اهداف بقى قلت اهميتها زي ايه؟ انتظام الحضور. اكتشفنا ان بعض الحضور ما لهمش مهم يعني مش لازم يكونوا يشتغل في يعني يجوا الموقع ونصرف مواصلات ويجوا من اخر الدنيا علشان يقعدوا في مكان يعني فيزيكال لوكيشن لمده مثلا 8 ساعات. لا 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 الموضوع ما يعني ما يستحقش هذا الامر. الامر ده يا جماعه انا لمسته في والله شركه مش كبيره كانت شركه ادويه كنت بديهم كورس بروجكت مانجمنت. فالغريب والعجيب يا جماعه ان الناس شغاله في مصر والشركه دي مثلا لما رحت الميتنج كان عامل ميتنج سنوي لقينا ان هناك يعني ناس من المنصوره وناس من المنيا وناس من القاهره وناس مش عارف من مين كل دول بيجتمعوا في الميتنج. شغلهم الطبيعي كل واحد بيشتغل من بيته. ده من زمان تخيل النهارده. فاصبح انتظام الحضور مش يعتبر كي بي اي بالنسبه لي. حته بقى الترابط الاجتماعي واحنا كنا بنحرص على ان نعمل حفلات علشان نزود ارتباط الناس بقى. لا ده ممكن يبقى هدف اقل اهميه خاصه في فتره الكورونا. ما عادش هنبيع من المحلات لان هيبقى في بروبلمز معينه خلال ايه الامر ده الامر الصحي. فلذلك دي اهداف قلت اهميتها. يبقى احنا كل ده بنتكلم عن اول نقطه وهي تحديد مؤشرات الاداء وده بالنسبه لي بيعتبر ايه؟ يعتبر يعني اول تحدي انك تحدد بس مؤشر الاداء المناسب اللي هيقيس تحقيق اهدافك. رقم اثنين حد يا دكتور ابراهيم ممكن تقلب. تمام كده ساعتك؟ تمام يا فندم الله ينور.
رقم اثنين، التحدي الثاني هو تجميع البيانات. يا جماعه تجميع البيانات امر صعب جدا، سواء انت بتتكلم عن مبيعات، سواء بتتكلم عن مصنع والكميه المستخدمه او الكميه المهدره، انك تجمع البيانات امر يعني صعب جدا وفي تحدي كبير قوي. بدايه الوقت من ضمن التحديات ان انا اقيس الوقت، يعني النهارده انا بقول ان انا هقيس او هعمل الديدلاين بتاعتي او الزمن اللي بحسب بيه اول الشهر واخر الشهر، بقول مثلا الساعه 6 الصبح او الساعه 12 بالليل وات ايفر. القضيه انك لما تيجي تحسب وتجمع بيان مثلا حجم المبيعات في شهر نوفمبر، طيب لازم يكون عندك تايم معين بتبدا عنده وتايم معين بتنهي عنده. فالتايم ده ودي حصلت معانا، مثلا احنا كنا في محطات الكهرباء وفي شركه الغاز بيعتبر وقود لمحطات توليد الكهرباء، فكنا بنفاجئ وبنستغرب ان هناك في فاريانس، في اختلاف ما بين الكميه بتاعتنا والكميه بتاعتهم. كان اول مشكله موجوده ان هم بيقيسوا او الراجل بيجي متاخر، يعني احنا بنقول له قيس لنا الساعه 12 بالليل، الراجل يجي الساعه 1 2 3 ويبدا ياخد العداد، وبرده الشهر اللي بعديه كده طبعا بنلاقي في فاريانس او في اختلاف. فلذلك تاكد من موضوع الوقت اول انت بتجمع البيانات. اتاكد من نقطه صحه المعادلات. لما بنقول مثلا ان الكاستمر ساتسفاكشن او رضا العميل بتحسبه ازاي؟ لما بنقول الارباح بتاعتك بتحسبها ازاي؟ لما بنقول المصاريف المباشره على المصاريف الكليه، هو انت بتاخد المباشر ازاي؟ هل بتعتبر ان مثلا الادوات من المصاريف المباشره، ولا ايه قاعده المصاريف المباشره او التكلفه المباشره عندك؟ مهم جدا ان احنا كلنا نقرا فروم وان بيج. من امور مهمه وانت بتجمع البيانات ان كل حاجه معروفه انها بتتنقل. دكتور ابراهيم عطيه بيبعت لي الريبورت في وقت معين، المهندس عمر بيبعت لي الريبورت في وقت معين، عمر بيبعت لاحمد، احمد بيبعت لمحمد. دي حاجات مهمه قوي، دي اشياء مهمه. لكن برضه من النقط والتحديات انك تكون بتحدث بتعمل ابديت للمعلومات، وده بيؤدي طبعا توفر المعلومات. يعني ممكن يجي لي معلومه ممكن يكون لي في السايت او في الموقع في مبيعات تمت وما دخلتش على السيستم، ده بيحصل. ايه؟ عشان الراجل مدخل البيانات ما دخلش اخر حاجه حصلت عنده. طب انا جاي بقى احسب مبيعات، بحسب مكسب، بحسب طاقه مولده لو في كهرباء، بحسب باليتس لو انا في مصنع، بحسب وات ايفر، بحسب ايه؟ هيبقى عندي مشكله ليه؟ اللي مش معايا اخر ابديت. النقطه اللي بعد كده او بالتحديات نقطه اخطاء التجميع. انت وانت بتجمع البيانات لازم يكون عندك لوجيك. لما اكون مثلا بشوف اعطال يوميه من 3 ل 5 واجي الاقي في التقرير الشهري 50 عطل، ايه ده؟ ايه الكلام الغريب ده؟ لا ده في غلط. يعني انا النهارده اليوم من 3 ل 5 يعني عندي 30 يوم ولا 26 يوم، يعني على الاقل الاعطال بتاعتي ما تقلش عن 75 80. ما تجيش بقى انت تقول لي ان كله 50 عطل. فانت طب تجمع البيانات، مراجعتك اليوميه الديلي تخليك وانت بقى تاخد بالك وانت في حاجه في زي الشهري او المنفي. طيب نقطه ثانيه، انت لازم يا جماعه لما تبصوا على المؤشرات وانت بتجمع البيانات توزنها ببعضها. ازاي يا جماعه يكون درجه رضا العميل 95% وفي شكاوي كتير قوي؟ ايه ده؟ جاي لك شكاوي كبير وفي الاخر يا جماعه الحمد لله الحمد لله العملاء يعني راضيين عنا جدا جدا 95%. ازاي؟ دي بيانات لارضاء المدير مثلا او ارضاء رئيس الشركه. اه ماشي تمام، بس لو عايز تكتشف الحقيقه لا الامر مختلف تمام. طيب حد له سؤال او له تعليق عن اللي فات؟ ممكن ترفع ايديك والبشمهندس لو حد عايز يعلق يسأل سؤال او كده.
حد رفع ايده؟ نكمل. يا مهندس احمد اتفضل. مهندس احمد رفع ايده. مهندس احمد ممكن حضرتك تفتح المايك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله كل خير يا باشمهندس محمد على العرض اللائق والعرض الشيق والمميز. بحب بس كنت اثناء عرضك ان الشركه اللي 25 سنه ما بتبصش للتغير في معدلات، ما بتراجعش مؤشرات الاداء. سامعني يا فندم؟ تمام حضرتك. عايز ادي مثل لشركه نوكيا، ده مثل واقعي وقريب. ما بصتش نظره مستقبليه للي بيدور حوالين منها، فمدير الشركه وهو بيودع الموظفين كان بيعيط، كان بيعيط ان هو ما قدرش يواكب الناس اللي في التقدم. حبيت بس اشارك بهذه المنقوصه. شكرا يا فندم. الله ينور عليك. الله ينور عليك. بص يا هندسه، انا هقول لك بقى مثل معاكس لي. شركه اي بي ام في الخمسينات كانت نزلت بجهاز كمبيوتر كبير كان حجمه كبير جدا، لغايه ما ظهر بعد كده الشركات الجديده بدات تظهر الموبايل الجهاز اللي هو بالحجم الاصغر. في ثواني غيرت شركه اي بي ام لسياستها، وكانت وانتجت من المنتجات اللي كانوا المنافسين بيها، يعني ما سابتش السوق للمنافس بتاعها. ما قالتش والله لا انا هعمل الفريم بتاعي الكبير ومش وماليش دعوه بحد، لا لا لا، غيرت. عشان كده شركه اي بي ام فضلت لغايه وقت كبير جدا شركه كبيره ومميزه. مهندس عمرو او اتفضل يا فندم. يا باشمهندس معلش، كان في جزء اللي هو ان انا ببدا الاول ان انا بعمل البالانس سكور كارد اللي ببدا احدد بيه ايه الاهداف اللي انا المفروض هوصل لها، وايه ان انا ديفاين ايه هي الميجرز نفسها والكلام ده. فهل ده في المرحله اللي قبل تحديد مؤشرات الاداء ولا بعد تحديد الاوبجكتيف عشان اقيس مؤشر الاداء عليه؟ شكرا يا فندم. تمام يا فندم. البالانس سكور كارد ان شاء الله هنتكلم عنه في المحاضره الجايه، اللي هو يعني انا اتكلمنا بصفه احنا دلوقتي في اطار الشرح، فاتكلمنا ان انا الهدف وبعد الهدف بعمل باخدك من فوق لتحت، يعني بعد بقول لك ان في هدف والهدف بقى بطلع منه مؤشر الاداء. طب الاليه بالظبط لا هنتكلم عنها بعدين، لكن في الواقع لا طبعا لازم يكون البالانس سكور كارد يبقى في الاول طبعا عشان اقدر ان انا احدد اهدافي كويس بحطها في البالانس سكور كارد اللي هنتكلم عنه ان شاء الله المحاضره الجايه. لكن احنا بنشرح دلوقتي التحديات اللي بتواجه مؤشرات الاداء الرئيسيه بصفه عامه، ثم المحاضره الجايه ان شاء الله هنتكلم عن الخريطه الاستراتيجيه ونتكلم عن البالانس سكور كارد او ما يسمى ببطاقات الاداء المتوازن، وهندخل فيها بقى الاهداف والكي بي اي ان شاء الله باذن الله. تمام نكمل؟ نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. تالت تحدي عندنا هو تحديد المستهدف، وده بيشكل 19%. شركات كتير ما بتعرفش تحقق المستهدف بتاعها او ما بتعرفش تحدد المستهدف تحديد صحيح، اما ان هم بيكونوا في تفاؤل كبير قوي وما عملوش الريسكس والمخاطر بتاعتهم، او ان كان في تحيز شويه ومش عايزين يحددوا الايه التحدي بتاعهم. النهارده لما انا احدد المستهدف بتاعي بحدده على اساس القدرات بتاعتي، على اساس ان انا ببص داخليا وببص خارجيا، هل انا قادر او ايه الكميه اللي انا قادر اعملها بالعناصر الداخليه. فانت محتاج اولا عشان تحدد المستهدف تبص داخليا لما يسمى بالانترنال بنش مارك، يعني تشوف والله السنه اللي فاتت انا حققت الموقف ده. طب بس السنه اللي فاتت مختلفه، ده انا سنه مختلفه كتير قوي، اذا هيبقى نظرتي الانترنال مش تفرق كتير، مش يعني مش هي القويه. طب في الخارجي ابص على الظروف المحيطه. طيب لما اجي احط المشكله الثانيه بقى اللي هتكون هتواجهك في المستهدف، هي انك تحط مستهدف قادر عليه وسهل. ولو انا حطيت مستهدف قادر، فين بقى النمو؟ فين البيزنس جروث بتاعك؟ فانت محتاج تبقى عندك مستهدف تراعي فيه المخاطر، بحيث
ان هو ما يكونش مستهدف عالي قوي وانت مش قادر تحققه لان قدراتك ما تحققوش، زي ما كنا قلنا قبل كده رياليستيك و اتشيفبل. كتير من مالكي المستهدف مش عارفين ايه اللي حصل في المنظمه، او حتى ما عندهم معلومات عن المنظمه، او ما عندهمش خبره. اكيد طبعا دي مشكله، ما يستعين باهل الخبره، يستعين باهل الخبره كل واحد في مجاله. يعني انا بتكلم عن جزء هندسي، اهل الخبره في الهندسه، الجزء المالي، كل دول بيشكلوا مع بعض يعني السلسله اللي في الاخر انا بقدر اطلع بيها المستهدف بتاعي. النقطه الثانيه وجود التحدي او التشالنج، ان انا المستهدف بتاعي ما يكونش حاجه تافهه وسهله ولا اعرف احققها بسهوله، لا انا محتاج يكون في تحدي، يكون في تعب، يكون في اقدر ان انا دايما في تحفيز وان انا بشجع على الامر ده. دي ثالث واحد اللي هو او ثالث جزئيه لتحديد المستهدف. اللي بعدها يا باشمهندس دكتور ابراهيم، رقم اربعه ودي نقطه مهمه قوي، تحليل المؤشر. بصوا يا جماعه احنا يعني انا بتضايق وانا بشوف تقرير واحد عامل تقرير ومش حاطط فيه تحليل. اما انت يعني هو مش ارقام بنعجنها وبنحطها وخلاص، لا لا لا، انت لازم توري صاحب القرار، تعرفه ما المعنى، ايه المشكله اللي عندك، ايه اللي ادى لزياده الارباح او لقله الارباح او لزياده التكاليف، او لو انت في موقع مثلا ايه اللي ادى لزياده اصابات العاملين، او مثلا انك حصل تاخر في البروجكت بتاعك. كل دي مجموعة من المشكلات انت لازم تحلل وتستخدم الارقام، لان ده امر مهم قوي. طبعا من ضمن التحليل انك تتاكد منطقية الرقم كونه طبيعي، الرقم ده طبيعي، الرقم ممكن يضحكك يعني تفاجئ مثلا انك انت ارباحك عالية قوي. لا 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 ما تفرحش، تفرح ليه؟ ده رقم غلط، ده في مشكلة في الجمع. فانت من ضمن التحليل منطقية الرقم نفسه. دلالة المؤشر، لما تقعد تقرا الارقام كده وتشوفها بالظبط، ابص على الخطوات وعلى النتائج. جميل. مهم قوي دلالة المؤشر، ان الارقام بتتكلم يا جماعه، الرقم بيتكلم. انت لما هتتابع شغلك ارقام بتتكلم. اقول لكم على ابسط حاجه في الارقام بتتكلم. النهارده لما احنا بنبص على اصابات الكورونا مثلا، فمثلا النهارده المملكه العربيه السعوديه 300 ومش عارف كام، كان رقم قليل شويه، فتلاقي نفسك بتطمن فرحت. والمتعافين كام؟ ده المتعافين 400 وشويه او 390 او 400. انت كونك بتقارن الرقمين دول ببعض بتحس ان في ايه؟ الاجمالي العام بدا يقل، فالرقم نفسه بقى له دلاله لازم تحللها. فدلالات المؤشرات انت لازم تحلل المواقف. يعني مثلا الناس الاقتصاديين ممكن يجي يقول لك مثلا ان الدولار انخفض مره واحده، فمؤشر انخفاض الدولار في حد ذاته هو مؤشر جيد لو انا بالعمله المحليه. بس انا ممكن ابص على مؤشرات تانية تشوف هو فعلا حصل عندي نمو اقتصادي لدرجه ان انا بصدر بضاعه اكتر من اللي بستوردها، فده ادى الدولار سعره نزل، ولا انا عندي مشكله اقتصاديه خلت ان انا ما استوردش كتير، فلما ما استوردتش كتير ما بقاش فيه طلب. يعني عندي مشكله اصلا في المجتمع بتاعي ادت ان الدولار ينزل. طب عرفته منين؟ تبص على التصدير وعلى الاستيراد وتبص على ارقام تانية كتير. فالتحليل محتاج ما تقراش رقم واحد، مش رقم واحد يقول لك انت النهارده كويس، لا لا لا، في ارقام كتير بتعرفك دلالات المؤشر، المؤشرات نفسها والتحليل. لابد اللي يقوم بالتحليل عنده خبره بمعرفه النتائج قبل ما تمت في الموقف، زي ما يكون عنده قدره على التحليل بشكل افضل. الله ينور عليك، بالظبط يا استاذ ابراهيم، لازم يكون عنده خبره بمعرفه النتائج قبل عمليه القياس، فاهم هو النتيجه بتؤدي لايه وايه المشاكل اللي موجوده جواها، فعلى كده يبقى محتاج الامر ده. يبص المؤشرات جنب بعضها، يقارن بالمستهدف، هو ليه ما حققتش مستهدف؟
او انا حققته يعني حققته نتيجه ان انا اشتغلت على 1 2 3. محتاج ان انا امثل التمثيل البياني المؤشر عشان اعرف الترند. ايه معنى الترند؟ الاتجاه. يعني انا كنت كام وبقيت كام؟ ارباحي النهارده، مبيعاتي، تكاليفي، اصاباتي في الموقع، نمو المشروع بتاعي. انت محتاج تبص تحط الارقام جنب بعضها وتشوف هل انت في صعود ولا في هبوط، ودي جزء مهم قوي. دي من التحديات اللي انا بحلل المؤشرات عن خلالها. طب عايز اقلب بقى يا جماعه دكتور ابراهيم. نيجي على التحدي الخامس اللي هو توثيق المؤشر. الدوكيومنتيشن، نشوف كده. الافضل لو التحليل تكون ترندات بالظبط. انا هتكلم عن موضوع الترند ده بالظبط، لازم تكون ترند طالع نازل. وطبعا اكيد ده بنحاسب دلوقتي النهارده البرامج من اقوى البرامج اللي كل شغلها بتتكلم عن او بتبقى فيه تمثيل بياني زي مثلا بيزنس انتليجنس وغيره من البرامج. طيب بصوا يا جماعه، انا علشان اعمل كي بي اي او اوثق المؤشر نفسه، في مجموعه معلومات محتاجه اوثقها لكل كي بي اي. ومجموعه المعلومات احنا هندرسها يعني بشكل قوي. اول حاجه انا محتاج اعرف اسم المؤشر بتاع مجال العمل. يعني النهارده لازم تحدد لي وانت بتوثق انهي مؤشر ده، وليكن ديليفري اون تايم، ان انا تسليمي في الموقع. طب يا ترى المؤشر ده بيرتبط باي هدف استراتيجي؟ وابدا احط الهدف الاستراتيجي، اذا كان نمو، اذا كان تجديد، اذا كان كسب عملاء جداد، وات ايفر الجزء. يبقى النهارده احنا بنتكلم على المعلومات اللي لازم تكون موجوده في كل كي بي اي تمبلت فورم. فمن ضمن التحديات انك توثق المؤشر. يعني ايه توثقه؟ تعمل له دوكيومنتيشن، تعمل عندك عباره عن فايل فيه كل الكي بي ايز، كل واحد من الكي بي اي دوكيومنتيشن ده بتعمل فيه عباره عن بطاقه شخصيه. البطاقه الشخصيه بيبقى فيها مجموعه معلومات. اول معلومه اسم المؤشر. رقم 2 بيرتبط باي هدف استراتيجي. رقم 3 معادلته بنعمله ازاي. رقم 4 قطبية المؤشر موجب او سالب. تمام، التعبير ده الاستاذ زرار كان خد بالي منه اول ما يعني كعربي. يعني قطبية المؤشر يعني ايه بقى؟ في مؤشر، يعني انا اسالكم سؤال، مؤشر التكلفه هيبقى كويس امتى؟ لما يزيد ولا يقل؟ مين يقول؟ مؤشر التكلفة لما يقل. لما يقل يبقى إيه قبته؟ ايه؟ برافو، قبته سالبة. هو كويس لما يقل. جميل جدا. طيب جميل. طيب المؤشر الكاستمر ساتسفاكشن، درجة رضا العميل، يبقى كويس لما يقل ولا يزيد؟ يزيد طبعا. يزيد لما يزيد طبعا. اذا ده اسمه قطبية موجبة. فانت لازم بتحدد وانت بتكتب في البطاقه اذا المؤشر ده انت عايزه يعني الكويس بتاعه العالي ولا الكويس بتاعه يقل. فده بيبقى من ضمن المستندات اللي احنا بنحتاجها في الحسابات. يبقى في التوجهات، التاثير ومستوى التنفيذ. احنا بنشتغل على انهي مستوى؟ هل بنشتغل على المستوى الاستراتيجي ولا بنشتغل على المستوى التشغيلي؟ عندنا في تشغيل وفي الاستراتيجيه المؤسسه، المستوى الاستراتيجي ولا المستوى التشغيلي اللي موجود. الغرض هو ازاي بقى بيحقق ده بقى، بتوصف بقى ازاي بيحقق الهدف الاستراتيجي بتاعك. شكل البيان، يعني البيان ده بعمله ازاي؟
بنعمله عن طريق برنامج ساب، بنعمله عن طريق برنامج اي ار بي، بنعمله عن طريق وظيفه البرنامج اللي احنا بنشتغل عليه او الطريقه اللي احنا بنجمع بيها البيانات نفسها. الفتره، بصوا يا جماعه، في سيز نقطه حاجتين. في اولا انا بجمع البيان ده كل قد ايه، وبعمل بيه ريبورت كل قد ايه. يعني انا ممكن بجمع البيان بشكل يومي ديلي، لكن لما باجي اعمل ريبورت اقل مده هي ويكلي، اسبوعي، اسبوع. بيبقى موجود كمان في الكي بي اي دوكيومنتيشن المستهدف، الفتره بقى المقارنه او اللي انا بعمل فيها مرجع المقارنه او بنش مارك بتاعي. مين المسؤول؟ مين صاحب المؤشر ومين مجمع البيانات؟ النهارده لما باجي اقول كي بي ايز عن الوير هاوس، عن المخازن، مين صاحب المؤشر؟ ممكن يكون الراجل بتاع المخازن نفسه اللي هو مدير المخازن، او يكون مدير الصيانه اللي بيسحب قطع الغيار. هنبدا نشوف مين المسؤول، ده بنسميه الكي بي اي اونر او صاحب المؤشر. مين بقى مجمع البيان اللي هو بيشتغل في اداره التقارير؟ ده هنا يبقى موجود عندنا. طيب استاذ درار، معاك النموذج انت كنت اللي انا كلمتك عنه؟ النموذج موجود؟ طيب تمام. استاذ درار هيحط لنا نموذج لكي بي اي تمبلت موجود عنده حقيقة في شغله، وهيورينا ايه اللي موجود فعليا في الشغل بتاعه. اتفضل استاذ درار. السلام عليكم. عليكم السلام. بس عايز انه يعطيني فرصه لاعمل شير علشان انزل لكم المؤشر. تفضل حضرتك. تمام تفضل. ثواني بس. ظهر امامكم. اوكي طيب. ده تمبلت احنا استخدمناه في احدى المؤسسات الخيريه، تستخدم فيه بطاقه الاداء المتوازن، وكان هذا التمبلت شغالين عليه طوال تقريبا 3 سنوات. التمبلت اللي امامكم في البدايه عندك المنظور، احنا عندنا في بطاقه الاداء المتوازن 4 مناظير، فتحط هنا المنظور الذي خرج منه المؤشر. بعدها عندك الهدف الاستراتيجي، والذي حتحط عليه الهدف الذي خرج أيضا منه المؤشر كهدف استراتيجي. بعدها عندنا المؤشر، اسم المؤشر اللي كان موجود في الخطة. باشمهندس لو سمحت تقدر تكبر الشاشة للحضور يكون أفضل، الشاشة صغيرة جدا عندك. طيب كده كبروا. انت الشاشه نفسها ما تكبرش، هي بي دي اف ولا باوربوينت ولا ايه عندك؟ هي صوره. صوره؟ ايوه. ماشي كده ممتاز كده تمام. طيب وصلنا الى المؤشر، اسم المؤشر حيوضع هنا اسم المؤشر، واللي ايضا اللي كان موجود في الخطه الاستراتيجيه. بعدها هنعمل اللي هو تعريف المؤشر، ولازم يكون تعريف مختصر لمؤشر بوضوح وماهيته بدقة، بحيث أنه هذا التعريف يكون واضح لكل العاملين داخل المؤسسة، يكون بكلمات واضحة بعبارات واضحة للجميع. بعدها حندخل في وحدة القياس، وتكون وحدة القياس إما أن تكون نسبة أو معدل أو عدد أو متوسط حسب ما طرحه البشمهندس في المحاضرة الأولى. بعدها القطبية، هنا حتحط إما قطبية موجبة أو سالبة، وموجبة تعني أنه كلما زادت القيمة كلما كان أفضل، والعكس بالقطبية السالبة اللي كان شرحها قبل شوية البشمهندس. كمان بنحط هنا المعادلة وطريقة حسابها وقيمة إنجاز المؤشر، لابد أن تكون المعادلة واضحة جدا للجميع، وأيضا تعريف للبيانات الموجودة في المعادلة.
بعدها كنا نحط المسؤول عن تحديد المستهدف وهو الشخص صاحب الصلاحية والقرار في تحديد المستهدف المطلوب تنفيذه. بعدها مالك المؤشر وهو المسؤول عن التنفيذ عن وصول المستهدف المطلوب إنجازه. بعدها نحط المسؤولين عن تحقيق المستهدف، إما يكونوا أشخاص أو يكون شخص أو يكون جهة قسم أو مسؤولا عن عمل مع مالك المؤشر لتنفيذ المطلوب إنجازه، قد يكونون موجودون ضمن المؤسسة أو من خارج المؤسسة. بعدها عندي رمز المؤشر وهو رمز يعبر عن المؤشر، بحيث أنه لما أذكر الرمز ده يكون واضح للجميع أنه هذا خاص بالمؤشر الفلاني. بعدها نحط وزن المنظور، وزن المنظور بالخريطة الاستراتيجية الموجودة داخل المؤسسة، وهذا يتفق عليه جميع صاحبين القرار الموجودين داخل المؤسسة كم نسبة المنظور الذي حيحط له وزن معين. بعدها وزن الهدف أيضا بنفس الطريقة وبنفس الآلية لوزن المنظور. بعدها أيضا وزن المؤشر والذي حيكون له التأثير الأكبر في عملية القياس، حيث نعرف كم المؤشر هذا وزنه من الأداء العام لكل المؤسسة أو لكل الخريطة الاستراتيجية الموجودة داخل المؤسسة. بعدها حنسجل دورية القياس وهي المدة الزمنية المطلوبة لإعادة قياس إنجاز المؤشر. وطبعا في كثير من المؤسسات بتقيس إما ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي، وبعض المؤسسات الآن في الوقت الحاضر يعني باستخدام برامج خاصة أصبحت تقيس حتى في الدقيقة الواحدة، يعني كم عندهم عملية قياس. بعدها هنا ينحط المستهدف بحيث أنه يكون واضح لكل العاملين والمسؤولين عن تحقيق المستهدف وأيضاً لمالك المستهدف. يضع هنا المستهدف المطلوب خلال الفترة القياسية أو الفترة المطلوبة منهم خلال العام. بعدها من هو الجهة القياس التي ستقوم بمسؤولية القياس، قد يكون في المؤسسة أخصائي القياس أو مدير إدارة التخطيط أو من كان في الجهة. هذا بالنسبة للنموذج اللي بنستخدمه. ممكن أيضا أعرض لكم أيضا نموذج يعني فيه بيانات كاملة إذا حبيتم يعني باش مهندس. أستاذ زران إن شاء الله أنا هجيب نموذج كيبي أي المرة الجاية، هيكون في بقى نموذج وحركة هات النموذج اللي معاك، احنا بس بناخد فكرة المرة دي، والمحاضرة الجاية إن شاء الله تكون معاك نموذج. أنا هجيب نموذج من معهد ونموذج من عندك، نظبط تمام. احنا بس ايه ناخد اول في تحديات. بصوا يا جماعه انا بس عايزين نقول على حته معينه، بس تعليق بسيط كده. المنظور هنا يا جماعه اما يكون منظور مالي او منظور كاستمرز علماء، يعني هو ده معنى كلمه منظور، عشان ممكن بعض الناس ما تاخدش بالها يعني ايه كلمه منظور. او العمليات ده هناخده ان شاء الله في بطاقات الاداء. رقم 4 الايه التطور الداخلي او النمو الداخلي. بعض المؤسسات بقى تحط منظور البيئه اللي هو الجهه اللي بتتكلم. طب وزن المنظور النهارده مثلا لما انا اكون نون بروفيت اورجانيزيشن، فيبقى المنظور المالي وزنه ضعيف قليل، لان انا اصلا اسمي ايه نون بروفيت اورجانيزيشن، تمام. فهو ده المقصود بوزن المنظور. وزن الهدف، يعني النهارده الهدف بقى اللي موجود سواء الهدف ده ربح او يعني بروفيت او بالنسبه لنا او كوست تكلفه، ده بالنسبه لنا هل هو بيشكل الوزن الاكبر؟ فهنا هيبقى النقطتين دول. واكيد ان شاء الله لما هنعرض حاجات عمليه الاستاذ درار، وانا ان شاء الله لو حد عنده تاني ان شاء الله يدخله معايا. طيب ايه، طيب احنا بنحاول لا النماذج الثانيه ان شاء الله الكي بي اي هيبقى بالانجلش المره الجايه. احنا بنحاول يا جماعه نظبط يعني نرضي كل الاذواق او نعرف حاجه بالعربي والانجلش برضه. فان شاء الله المره الجايه هنتكلم هيكون معانا نموذج يكون انجلش مش عربي، عشان يبقى بنعرف كل حاجه ان شاء الله على قد ما نقدر. طيب استاذ خالد الزيداني اتفضل. ايوه يا باشمهندس، هو كان في نقطه بس عشان مش راح عشان ما نعديهاش. بالنسبه لحضرتك قلت تحدد المخاطر، واحنا بنحدد المؤشر لازم احدد المخاطر بتاعتي. احيانا المخاطر دي ما بتبقاش متوقعه، يعني السنه دي مثلا حصل عندنا الكورونا وما كانتش متوقعه السنه اللي فاتت كخطر. مثلا سعر البترول كخطر مثلا فجاه انهبط في امريكا فعمل دروب جامد جدا في حاجات كتيره جدا. فالمخاطر اللي بتظهر فجاه دي نعالجها ازاي في المؤشر؟ يعني انا عندي خطر خارج عن ارادتي وبعدين حصل فجاه،
ده هل ده بيتعالج ازاي في المؤشر؟ طيب تمام يا هندسه. بدايه طبعا اي حد، اي حد قرأ في اداره المخاطر بصفه عامه في الحياه بتتكلم عن المخاطر المتوقعه، بنسميها كده نون الانون، يعني حاجه انا يعني بقول ايه، ممكن يحصل مشكله في نقل البضاعه، ممكن يحصل مشكله في البروبلمز الفلانيه، فدي حاجات متوقعه بتحصل من خبراتنا اللي فاتت. طيب والنهارده لما نيجي نتكلم عن حاجه زي كورونا، الاصل ان مش انت مش مطالب، ان صعب جدا ان انت تكون متوقع ده الامر الاول، لكن اول ما بتحصل المشكله ساعتها احنا خرجنا من موضوع المخاطر، بتبدا تغير حساباتك تاني وتبدا تشتغل تاني وتغير الكي بي ايز بتاعك بالظبط، فورس ماجير او الظروف القهريه. الله ينور عليك، بالظبط كده. يبقى لما نتكلم على المخاطر اللي هي اللي انا شايفها، يعني هو ان الله لا يكلف، يعني الله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها، وانت طبيعي جدا ومنطقي جدا ما تعرفش تجيب حاجه في علم الغيب. تمام؟ مهندس محمد جبال اتفضل. ميك الله في ايده. انا ايوه باشا. اللي انا بسال عليه ان الخطر ده لما يحصل هل هعيد المؤشر بتاعي من جديد؟ يعني هل انا مثلا المؤشر بتاعي ده انا حطيته السنه اللي فاتت، فانا النهارده حصل لي خطر ما، فانا دلوقتي هل انا دلوقتي مطالب ان انا اعمل مؤشر جديد حاليا دلوقتي على الوضع الجديد بتاعي؟ بس ده اللي انا بسال عليه. برافو عليك، احنا هنعمل مؤشر جديد، يعني ممكن اصلا قلنا ان ممكن اهدافنا تتغير. طيب نفس المؤشر، مستهدفاتي اتغيرت، مستهدفاتي اتغيرت، فلازم عارف هتغير المؤشر ليه هندسه؟ علشان انت تخطر الاداره، ما يبقوش هم غرقانين في الاحلام ان احنا نحقق مبيعات مقدارها مش عارف قد ايه، وهم ما عرفوش يحققوا المبيعات دي، او احنا هنخلص 70%. انت دايما بتعمل اللي بيسموه التنبؤ او الفوركاستنج، في اول المشروع بتعمل استيميتنج، تقدير للشغل بتاعي. طب يا جماعه في النص حصل الاداء بتاعي كان فيه مشكله لاي سبب، لتغير ظروف، نقص في العماله، نقص في السيوله، مشاكل اداريه، اي حاجه حصلت. ما ينفعش تفضل بخطتك القديمه ومعايش الناس في الوهم انك هتخلص كمان 3 4 شهور. واضحه الفكره؟ فهتغير مؤشرك وتغير اهدافك. طيب مصر محمد جاب الله. السلام عليكم. كان عايز حد يفتح له مايك. السلام عليكم. هو بس كنت عايز اتكلم على قصه الكورونا وحكايه البترول، دي مش مخاطر، دي ايشو، يعني ده حصل اصلا. احنا المخاطر بنرتبها في بدايه المشروع ونقعد نتوقعها، يعني نقول ايه اللي ممكن يحصل، لكن احنا فجاه لقينا كورونا حصل، لقينا البترول نزل، فده ايشو مش مخاطر اصلا، يعني ده حدث حصل خلاص لازم نتعامل معاه اصلا بالواقع اللي علينا. لكن المخاطر بنبقى عاملين لها بلان من اول المشروع او من اول المشروع بتاعنا يعني. وزي ما حضرتك قلت انا لازم اعدل بقى، يعني اعمل اكشن دلوقتي، اعمل ريسبونس على الايشو اللي موجود دوت. تمام، الله ينور. تمام، مين من حضرتك؟ مين معاذ؟ محمد جد الله. محمد جد الله. ماشي يا بيه. تمام، اصلا مش رافع ايدك تاني. لا انا لما فتحوا لي المايك رفعت ايدي بس، معلش. لا مش حاجه يا حبيبي، مش حاجه، شكرا. نقطه جميله قالها مهندس محمد جد الله. بصوا يا جماعه، اللي وقعت فيه ما اصبحش ريسك، الريسك يا جماعه دايما للمستقبل. انا بتكلم للمستقبل، بس انا خلاص وقعت في المشكله، فابدا ان انا ابحث عن الحلول واغير من مؤشرات ادائي واغير من المستهدفات والتارجتس بتاعتي، علشان يعني نبدا نغير ايه طريقه الشغل بتاعتنا نفسها. يعني عارف هقول لكم حاجه، مثلا ممكن نتيجة الكورونا قلت عدد العمالة اللي هتشتغل في المصنع علشان التباعد الاجتماعي وعلشان وعلشان وعلشان، فلما قل عدد العمالة المصنع انتاجيته اتغيرت. إذا كان في مستهدف هنغير المستهدف لمستهدف أقل. وات ايفر بقى إيه الموضوع. طب نكمل بقى كلامنا، ممكن بقى نشير تاني يا دكتور إبراهيم. تمام، منصح مجد، ماشي تمام.
طيب حاجة تفتحها لي بقى فوق كبيرة. شاشة كده مناسبة ولا في شاشة تانية؟ يا صغير شوية، انا مش عارف ايه. تمام كده، اللي كنا الله بنتكلم ينور. فيها. نيجي على اللي بعدها بقى. الله ينور، تمام. اخر تحدي بقى يا جماعة هو اختيار الشكل المناسب، برضه هنتكلم عنه في محاضرة قدام، لكن انا بقول بصفة عامة ان هو تحدي. تحدي ايه؟ انك تختار الشكل المناسب. يعني اللي على الشمال ده اللي هو بيسموه الدايل، او اللي هو عامل زي المنقله. طب امتى انا بس امتى انا بختار الشكل ده عشان يعبر؟ قال لك لما يبقى عندك عايز تبين الحدود، بيسموها التريشولدز. ايه التريشولدز دي؟ العتبات بتاعتك. يعني انت لو انتوا واخدين بالكم، نقطه لغايه مش عارف 80% يعتبر اخضر. اخضر يعني ايه؟ يعني انا في، يعني لو حققت فوق 90 يبقى انا زي الفل. طيب من 90 ل 80 في المنطقه الصفراء، اقل من 80 في المنطقه الحمراء، يعني ايه؟ ان اكسبتبل، حاجه غير مقبوله بالمره. فهنا بيبقى استخدام اللي هو الشكل الدايل ده او الشكل المنقله ده بيبقى هنا بيستخدم. طيب بنستخدم شكل السباركلينج او اللاين اللي على اليمين ده امتى؟ لما نكون عايزين نشوف ترند، نقارن بين الشهر ده والشهر اللي فات بيه والشهر اللي قبليه والشهر، فاحنا محتاجين نشتغل عليه. يعني مثلا احنا في محطات الكهرباء كنا بنشوف الاحمال كل ساعه، فبنبص على حاجه زي كده. فهنا تمثيل البيان بيبقى مهم جدا، ان انا اختار الوسيله اللي انا او الشكل اللي هيكون بالنسبه لي معبر اكتر، لان انا عايز اوري او اعمل داتا فيجواليزيشن للقاده واصحاب القرار يبدا يعرف منه الوضع بكل سهوله ويسر. بعد اذنك يا باشمهندس دكتور، اتفضل اقلب اللي بعده. مثلا الشكل بتاع الباليت ده اللي هو اللي فوق ده اللي بيسموه رصاص او الباليت دايجرام، ده بيستخدم لما دايما عايز تقارن ما بين مستهدف و زي البطاريه، تحس شكل البطاريه كده. ده بنقول ان احنا والله وصلنا ل 70% ل 80% من التارجت، بنعتبر ان انها كلها هي التارجت 100% و80% اللي هو الاكشوال بتاعي. برضه في ستاكد بار شارت، ده برضه اللي احنا بنبين فيه نسبه مثلا وات ايفر الميل والفيميل في المانجرز وفي السينيور مانجرز والبرانش مانجرز، ونبدا نعرف منهم نسبه الرجال قد ايه ونسبه الستات قد ايه. طبعا ده لو ده هدف او لو ده شيء انا حريص ان انا اعرفه خلال الشغل بتاعي. طيب كده يبقى احنا كده نهينا الجزء بتاع المحاضره الثانيه. طيب ممكن بعد اذنكم هناخد 5 دقائق ونبدا المحاضره الثالثه على طول. 5 دقائق كده راحه. بسم الله الرحمن الرحيم. درس النهارده يعني هنتكلم عن انواع او التايبس اوف كي بي اي، او المعهد سماها كي بي اي تايبولوجيز، يعني انواع مؤشرات الاداء الرئيسي. وقبل ما يعني نشوف، هو قسم 3 تصنيفات، يعني هناخد مع بعض 3 تصنيفات. ممكن تاني يا باشمهندس؟ 3 تصنيفات للانواع، يعني هيبقى عندنا 6 انواع من الكي بي ايز. كل جزء بيشكله نوع، يعني كاتيجوري معينه. يعني هناخد اول حاجه، يبقى احنا هنا عندنا 3 تصنيفات. ال3 تصنيفات دول عندنا مؤشرات الاداء، اما ان تكون ليدنج او لاجنج، يعني مؤشرات اداء متقدمه ليدنج او لاجنج متاخر. النقطه الثانيه، هناك مؤشرات كواليتاتيف اند كوانتيتيف كي بي ايز، هناك مؤشرات كم نوعية وفي مؤشرات كمية. النوع الثالث أو التصنيف الثالث اللي فيه نوعين برضو، اللي هو مؤشرات الفعالية والكفاءة، هناك effective and efficiency KPIs، هناك مؤشرات تعنى بالفعالية وهناك مؤشرات تعنى بالكفاءة. نبدأ مع أول نوع، مؤشرات متقدمة ومتأخرة. طيب أول حاجة بس ليدنج واللاجنج. ببساطة وبسهولة، مؤشر الليدنج يعني
عارف كده لما يكون في مؤشر سابق الدنيا، سابق هو سابق يعني ايه، بيكشف لك مشكله هتقع قدام، او بيكشف لك تنبؤ بشيء كويس هيحصل قدام من خلال ما يسمى بالليدنج. يبقى اول شيء انت لازم تعرفه ان كلمه ليدنج يعني معناها سابق. سابق في ايه؟ سابق في انه يعرف الوضع العام من خلال الليدنج كي بي ايز. يبقى احنا لسه ما دخلناش، لسه هناخد امثله. فهنا الليدنج ده قدرته على التنبؤ. طيب اللاجنج، لا لاجنج بيظهر مشكله حاجه حصلت خلاص. يعني مثلا رضا العملاء والارباح، ممكن نعتبر ان رضا العملاء ليدنج والارباح لاجنج. ازاي؟ يعني انا ممكن اقول مش بكسب الشهر ده مكسبي قليل، لكن الناس راضيه عني جدا. خلي بالك، يبقى الناس راضيه عنك ده ليدنج. طيب والارباح بتاعتك هتظهر الشهر الجاي، متوقع ظهورها، بتظهر متاخر وبتقول لك الوقت النهارده، لا والله انا متاخر، انا عندي مشكله الوقت، عندي الارباح قليله، فلذلك هو يعتبر ايه؟ لاجنج. طب لو عندك مشكله تبص على الليدنج عايز تحلها، تبص على الليدنج ولا على اللاجنج؟ لو انا عندي مشكله وعايز احلها هبص على الليدنج ولا على اللاجنج؟ بص على الليدنج. لا، اللاجنج ده واقع مرير انا عشت فيه خلاص، مش هقدر اغير فيه حاجه. لاجنج، انا عم ارباحي قليله اعمل ايه؟ يبقى انا بص على الليدنج. ايه الليدنج بقى؟ احاول اخلي العملاء يرضوا عني علشان بعد كده احقق ارباحي. طيب ازاي العملاء يرضوا عني؟ هتلاقي في حاجه تانية لها ليدنج ليه؟ الكاستمر ساتسفاكشن. تعالوا نشوف بقى مثال كده مع بعض. نقلب بالظبط يا مهندس عمرو، نتبع ازاي؟ بصوا كده مع بعض يا جماعه، تقريز للسيفتي. عندنا البي بي اي يوسج او البي بي اي كومبلينس، ده نسبه الالتزام ب مهمات الوقايه. طيب دي نسبتها 40%. جميل. الترافيك كنترول، التحكم في المرور في الموقع، لقينا ان نسبته 50%. بصينا للوقت المفقود في الحوادث لكل 100,000 ساعة عمل، لقيناها 5 ساعات، وده اقل من المستهدف. لما انت تبص على التقرير ده تفرح ولا تزعل؟ يعني التقليد ده حلو ولا وحش؟ في الوقت الحاضر، الأول بص على الوقت الحاضر، أنت دلوقتي في الوقت الحاضر، لما هتشوف التقليد ده تفرح ولا تزعل؟ ليه نوت جود؟ ليه؟ أنا بتكلم دلوقتي على الوضع الحالي. مفيش إصابات، أو مفيش وقت مفقود في الحوادث، ودي النتيجة. فالنتيجة الحالية للظروف الحالية أنا عندي إيه؟ أنا ماشي زي الفل، بحقق الموضوع، وده لاجن كده. بس خلي بالك في مؤشرات بتقول لك إن هيحصل مشكلة قدام. إيه هو بقى اللي هي الليدنج بقى؟ ففي الحالة دي التزام في الحالة دي التزام مهمات الوقاية يعتبر بالنسبة لك ليدنج. الله ينور عليك. هنا نسبة التزام مهمات الوقاية والتحكم في مرور في الواقع، دول عبارة عن ليدنج كي بي ايز. يعني إذا كان الشهر ده فقدنا 5 ساعات، لو استمر الوضع كده الشهر الجاي هنفقد إيه؟ 10 ساعات 15 ساعة. هو حلو أو وحش بالنسبة لإيه؟ أنا كنت سؤالي الأول بالنسبة للواقع،
الواقع مفيش حوادث حصلت ولا الكلام، لكن عدم التزام الناس بمهمات الوقايه. الله ينور عليك. الليدنج كي بي ايز بينبهك للمستقبل، بيقول لك خلي بالك ده الناس التزامها بالواقع 40% بالمهمات الوقايه، وتاني وتحكمك في الموقع مش عارف 50%، لا ده انت عندك مشكله. طب يا عم ما انا ما لا ما انت خلي بالك ان ده قدام قدام سيظهر الوقت المفقود في فتره زمنيه قادمه، اكيد هيحصل زياده عن 5 ساعات وهتبدا تظهر المشكله. فالمشكله ظهرت بدري في الليدنج كي بي ايز، ثم ظهرت بعد كده انت تاخد بالك انها تظهر متاخر بعد كده. مش المفروض بيقيس بالنسبه للفويس اوف كاستمر ده في ايه؟ ده هنا بنتكلم في السيفتي. هتزيد نسبة عدم التحكم في المرور ولا نسبة التحكم في المرور؟ طب هتاخد بالك بقى، هتاخد بالك ان المؤشرين دول فيهم مشكلة، حاول تعالجهم، لان دول هيرموا لك قدام بعد كده في المؤشر بتاع الحوادث بتاعتك هتزيد. فاذا انت هتبص لدول ليدنج كي بي ايز، يعني النهارده الرقمين دول بيقولوا ان في مشكلة قادمة لا محالة. لاجنج 40%، لا ده ليدنج، الارقام دي ليدنج كلها ليدنج، يعني دي المفروض ان دي بتقول ان قدامنا هيحصل مشكله، فهي ليدنج بتنبه على شيء هيحصل في المستقبل. اما الوقت المفقود فهو يعتبر لاجنج كي بي اي، لانه مؤشر متاخر هيظهر فيه المشكله، مش هتظهر فيه الوقت، هتظهر فيه قدام. طيب وكمان بيعبر عن واقع، الواقع اللي هو الوقت، وانا مش هقدر اشتغل عليه، يعني كل شغل هيبقى على ما يسمى بالليدنج كي بي ايز او المؤشرات المتقدمه. طيب ندخل على تقرير تاني، نقلب كده هندسه. مثال تاني. طب جميل. نسبه الافراد المؤهلين للعمل، انا عملت شويه تريننج جامدين جدا واصبح الستاف وذ كومبتنسز ات ديزاير ليفل وصلوا ل 90% 90%، وبقى الامبلويز انجيجمنت بتوعي 85%، ومع ذلك جميل قوي. لا خلي بالك ان زمن وصول المنتج 15% ده يعتبر كان وحش. اصبر اصبر، المؤشر ده هيظهر قدام، يعني اذا كان الشهر ده الرقمين دول كويسين، فخلي بالك الشهر الجاي زمن وصول المنتج هيبقى 5 ايام او 6 ايام او 4 ايام على حسب اللي انا هقدر اعمله. فهو مؤشر متاخر بيقول لك ان حصل خلاص، شيء حصل خلاص. طب انا عايز اظبط الامور، لو انت ظبطت نسبه الافراد المؤهلين ومشاركه الموظفين اكيد في عوامل اخرى. لا احنا بنضرب امثله النهارده، مثالين مهمين هيأدوا او هيبقى جزء من الاداء بتاعي للمستهدف. دي ضرب امثله للشغل بتاعنا. طيب وصول المنتج هو المفروض يكون اقل من 15 يوم، يعني هو رقم 15 يوم ده المفروض ان هو كبير واكبر من، يعني طبيعي كان مثلا 5 او 6 ايام، هو زمن وصول المنتج 15 يوم ده يعتبر رقم سيء. طيب عايز اصلحه بايه؟ ازود نسبه الافراد المؤهلين للعمل، هيبقى ده عامل من العوامل، انا مش بقول ان ده كل العوامل، ونسبه الانجيجمنت بتاع الامبلويز او الموظفين. طبعا في حاجات تانية كتيره قوي 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 البروسيس اللي موجوده، لكن احنا بنضرب مثال للجزء بتاعي ان زمن الوصول ده يعتبر ده لاجنج، حاجه حصلت خلاص، لكن نسبه الافراد المؤهلين ونسبه مشاركه الموظفين دول ليدنج. لو انا حبيت اظبط زمن الوصول محتاج اظبط الافراد المؤهلين ومشاركة الموظفين اللي هو 85%. بالظبط الجزئين دي مع بعض معايا. نبص على مثال ثالث، نقلب كده. اه هنكتب فعلا المفروض ان احنا نضيف ان 5%. طيب ماشي تمام صح. مراجعة التقرير لشركة أدوية، كانت المؤشرات كالتالي.
الكاستمر فروم ريفيرال. ريفيرال يعني يا جماعه لما انا النهارده خدت كورس مع بيم، فبعد ما خلصت الكورس بالظبط رحت قايل يا جماعه روحوا خدوا الكورس مع بيم. يعني هنوقف هنشرح شويه وبعدين نرجع للشات. نسبه العملاء المشار ليهم من عملاء اخرون نسبه 25%، وده رقم يعتبر كبير جدا كويس. نسبه العملاء العائدون، مين عائدون؟ واحد اشترى منك مره جه هنا عندنا في بيم ارابيا وخد كورس، بعد ما خد كورس لقاهم عاملين كورس تاني فراح واخد كورس تاني، دول نسبتهم 60%. الرقمين دول يعتبروا اعلى من المستهدف عندي، ورقمين كويسين جدا. بس انا عندي نسبه الحصه السوقيه 5% اقل من المستهدف، الماركت شير بتاعي اقل من المستهدف بالظبط، اللي هي الريفيرال دي اللي هي ترشيحات. الله ينور عليك. تمام. طيب لو انا عايز اعلي نسبه الحصه السوقيه، فين الليدنج هنا؟ اكيد الكاستمر فور ريفيرال والريتيرنينج كاستمرز. كل ما الاثنين دول اشتغلوا وعلوا، كل ما انت ادى ذلك الى ان نسبه الحصه السوقيه هتعلى. فانا النهارده لو عايز ازود الماركت شير اللي هو لاجنج واقع حصل، هبدا اشتغل على زياده نسبه العملاء المشار اليهم، فده يعتبر بالنسبه لي ده ليدنج، وبرضه ان انا ازود العملاء اللي هيعودوا تاني ده بالنسبه لي يعتبر ليدنج. اذا الليدنج بيكلمني دايما عن فيوتشر، عن المستقبل، اما اللاجنج فده حدث حصل خلاص ومش هقدر اتحكم فيه غير ان انا اشوف ايه اللي ليد ليه وابدا اشوف السبب واحاول احسن المؤشر اللي هو ليد وبيبص على المستقبل بتاعي. ده كان اول تصنيف اللي هو الليدنج واللاجنج. نخش على التصنيف الثاني. قلب. طيب جميل. في مؤشرات كوانتيتيف. ماشي. بصوا يا جماعه الكوانتيتيف الطبيعي. يعني انا مش هشرح حاجه في الكوانتيتيف. اشرح ايه؟ ده هو الطبيعي ان الحاجه تكون معدوده. وده الامر الطبيعي في المؤشر. لكن هناك اشياء ما ينفعش عدها. يعني لما اقول لك نسبه اعجابك بالكورس قد ايه؟ ما تعدش. ده رأي. هذا من قبيل الرأي. تحتوي على وصف او على رأي. فلذلك علشان انا ما اقدرش اخلي كل حاجة في الحياة كوانتيتيف، فانا بلجأ ان انا اخلي ان انا يكون عندي كواليتيتيف. ورضا الوظيفي نفس الكلام. الله ينور عليك. هقول لكم على تجربة لطيفة عملها فرقة مسرحية كورية. بالتالي قلتها في الفيديوهات اللي انا كنت بشرحها. الفرقه المسرحيه دي عندها هم في كوميدي. فطبعا يا جماعه الضحك، وان انا اقول ان انا الضحك بتاعي بضحك قد ايه والنهارده احسن من امبارح او اقل من امبارح، امر صعب ان انا اوصفه. فبدا يقول لك ايه؟ قال لك والله احنا عايزين نعرف بالظبط ادائنا كل يوم. فحطوا كاميرا قصاد كل حاجه. تمام يا فندم الكواليتيف تمام. ما انا بضرب لك مثال الكواليتيف بيترجم لارقام. صح كلام حضرتك صح، هو راي لكن احنا هنحاول نخليه رقم. فالناس دي حطت فيديوهات او كاميرات وبدات تعد الضحك بتاع الجمهور اللي بيسمع مسرح كوميدي. فيقولوا النهارده والله احنا 50 ضحكه، 1000 ضحكه، 4000 ضحكه، الفوليوم حطوا له درجات. ليه؟ لان كل الناس احنا عايزين حاجه محسوسه ميجرابل. فحتى الكواليتيتيف بنحاول نخليه ارقام، وهنشوف ازاي هنخليه ارقام. طب ازاي اصلا بنحصل على على المؤشرات الاداء النوعيه؟ عن طريق المقابلات الشخصيه، استمارات التقييم بعد ما انت حضرتك تشتري المنتج، يقول لك والله خدمه البيع كانت قد ايه، واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه. مجموعات العمل، نبدا نعمل مجموعات عمل ونشوف. طب الناحيه الثانيه كوانتيتيف طبيعي، حسابات، استبيانات، ارقام، عداد، قياسات، كل دي هحسبها وهتبقى الكوانتيتيف. مستندات ورقيه او بيانات رقميه، كل ده
طبيعي جدا ان هو يكون كوالتيتيف. وانا بقول لكم ان الكواليتيتيف حاجه غير طبيعيه. طب نشوف امثله كده نقلب. مثلا الكوانتيتيف عدد موظفين جداد نيو امبلويز، فده بالنسبه لي عدود 4 5 6 7 وات ايفر. البرودكشن سايكل تايم، الوقت الانتاجيه بتاعي، دوره الانتاج نفسها كوقت تبقى قد ايه، 20 يوم وات ايفر موجوده معاك. الاوبريتنج كوست، كل دي كوانتيتيف وسهله جدا وواضحه. الكواليتيتيف حاجه بقى زي البراند ايمج اندكس. ايه بقى البراند ايمج اندكس؟ بصوا يا جماعه، الشركات الكبيره انت في حاجه اسمها الاندكس بتاع البراند، بيتحكم في الموضوع ده مش مبيعاتك بس ومش ثروتك بس، لا لا لا، ده بيتحكم فيه حاجات مجتمعيه. يعني واحد يقول لك والله لا انا بحب ما بحبش شركه ابل، او بالنسبه لنا شركه ابل عدد ما لهاش انتشار في المجتمع بتاعنا، البراند ده ما بيشكلش لنا عامل جذب داخل فيه الرغبات، فبداخل فيها جزء مجتمعي، داخل فيها جزء فلوس، فهو تشعر ان هو كواليتيتيف. يعني لما هبدا احط الايمج نفسها هتلاقي فيه اختلاف ما بين مكان ومكان، لو انا حطيت نفس البراند نفسه هيبقى فيه ارقام فيها بعض الاختلاف. الامبلوي انجيجمنت، موظفين نسبه اهتمامهم بشغلك، نسبه ترتيبهم وارتباطهم بالمشروع بتاعك. رقم ثلاثه الكاستمر ساتسفاكشن، درجه رضا العملاء. هنا طبعا قال لك يعني اختار الانجيجمنت او الارتباط اللي بيكون بالموظف ورضا الكاستمر، وفي بعض المراجع او بيحط لك مؤشر ده امبلوي ساتسفاكشن، يعني طبيعي ممكن تحسب، ممكن ان انا اعبر عنها بانجيجمنت او اعبر عنها بساتسفاكشن، واعتقد ده مؤشر تاني غير الانجيجمنت. انجيجمنت مدى مشاركته واهتمامه بالمشروع بالشغل نفسه كموظف. الساتسفاكشن لا، درجه رضاه بقى ان انا هجيبه بقى بايه، من خلال يعني استمارات تقييم وغيرها من الامور. بالظبط التفاعل. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض مؤشر عجيب شويه، وازاي احنا بنخلي الكواليتيتيف اللي هو النوعي بنحاول نقلبه الارقام. واعتقد بعضكم شاف البوست ده في الجروب عندنا، نشوف كده مع بعض. اقلب كده يا باشمهندس. حاجه زي النت بروموت سكور، ده اسمه نت بروموت سكور. ايه بقى النت بروموت احنا بنعمله ليه؟ بصوا يا جماعه، انا عايز اعرف مين بيشجعني. في ناس بتشجعني، يعني ايه بتشجعني؟ يعني بص طول ما قاعد يقول لك ايه، بص يا جماعه يا الله اللي ما جابش ايفون ده ما مش عايش في الحياه. فهو ايه محسسنا الايفون ده، يعني فعلا اللي ما جابش ايفون ده ما مش عايش. يا عم طب انا ماسك موبايل سامسونج. لا لا لا، ايه بقى سامسونج ده؟ ده اصلا ولا حاجه. فتحس ان هو من المشجعين قوي. انا عايز اعرف بقى كام في المية من عملائي مش مشجعين ليا، من الفانز بتوعي. فقال لك والله احنا هنعمل بقى درجات زي الفكره اللي كان بيقولها عليها بسمانس. هو صحيح الموضوع اراء، بس انا هبدا احط درجات. ايه بقى الدرجات؟ قال لك الله احط من صفر لايه؟ لعشرة، وهقول لغايه سته. طول معناهم الناس يعني ضدي، عندهم مشاكل كبير قوي مع البرودكت بتاعي او مع السيرفيس اللي انا بخدمها. سبعه وثمانيه بنقول عليهم باسيف، يعني سلبيين. يعني ايه سلبيين؟ يعني هم معجبين بمنتجك بس يعني مش هيجيب سيرتك. تمام الباشمهندس، فكره تخمي ضمان في شركه اتصالات. تمام، ان بي اس تو ميجر هاو لايك. طيب نكمل بس الاول بعد كده نشوف الناس بتقول ايه. طيب سؤال 8، ناس معجبين بشغلك بس مش هيطلع كده ويقول لك يعني يتكلم عنك خالص، يعني هو عادي. طب هيقول لك اه والله زيه زي غيره، المنتج ده كويس بس يعني الارقام بتبقى على الفردي. بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه، عشان بس نكون الامور دي خاضعه للاجتهاد. يعني هتلاقي مؤسسه تحط عمل فردي وتحط
لا اشمعنى 9؟ فين ايه الحكمة؟ ايه الحكمة انها 9 مش 10؟ مش دي استراتيجية تانية ماشي، يعني مفيش أي مشكلة. واضحة يا جماعة الفكرة؟ أنت شفت نموذج بفكرة معينة عايز يغذيها، لا النموذج هنا بيقول لك لا. بالظبط، النموذج هنا بيقول لك 9 أو 10 بالنسبة لي مقبول، يعني واحد بيديني 90%، واحد بيديني 100%. بالظبط، مش ستاندرد يا جماعة، ده احنا بنتكلم في إدارة. حتى على الجروب في بعض الناس كانت معترضة على الحاجات. أيوه النظام ده ليه عيوبه، أنا بس بنعرضه على مثال ازاي الناس بتحاول تحول الكواليتيتيف، الحاجه اللي هي اصلا وصف او سرد او حكايه، عايزين يحولوها لارقام علشان يقدروا يحسبوها او يحسبوا منها نسبه معينه، زي نسبه الناس اللي هم البروموترز، اللي هم المروجين للمنتج، اللي هم يعتبروا ماركتر او ماركتير بالنسبه لي. فانا عايز اعرف يا جماعه مين الناس اللي فنسبتهم مثلا 20%، نسبتهم 10%، نسبتهم 5%، ايا كانت الطريقه. طيب خلاص تمام، يبقى بالظبط، يبقى تحويل كل شيء لرقم هو ده اللي بيعمل الايه البروبلم، او المش ده اللي بيبقى بالنسبه لنا عامل انك تفهم من خلال الارقام لشيء اصلا وصفي او يعني ناريتيف او ديسكريبشن او وصف للموضوع. طيب يبقى احنا كان عندنا اول تصنيف هو تصنيف الليدنج واللاجنج. باختصار الليدنج بيعبر لي او النتيجه بتاعته بتقول انه سيحدث شيء ما في المستقبل، فانت تقرا الليدنج كويس قوي، اذا اردت تغيير فغير من خلال الليدنج. اما اللاجنج فهو نتيجه، ممكن نقول ان الليدنج سبب واللاجنج ايه نتيجه. يبقى دول ده التصنيف الاولاني. التصنيف الثاني كواليتيتيف وكوانتيتيف. كوانتيتيف يعني كمي، كواليتيتيف يعني نوعي. طب الكواليتيتيف ده انا بحاول اخليه، بحاول اخليه كوانتيتيف، اخلي الرقم من 10 من 5 من. طيب في مثال ثاني، لما انا عرضت النموذج ده احد الزملاء عرض لي نموذج ثاني، قسم لي الموضوع لضعيف ومقبول وجيد وجيد جدا وامتياز، 5 تصنيفات. مش هي واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه تسعه 10، بس هو صنفه في خمس تصنيفات وهنا صنفه في 10. يا جماعه دي اداره، اداره على حسب انت ما انت شايف. لو انت عندك عوامل كتير هتفتح، يعني ممكن واحد يخليها 20 واحد يخليها 30 علشان يخلي فيه منطقه شويه الناس ايه تحسب. طبعا من مشاكل حاجه زي كده ان الناس بتختلف، وان المقياس مش ثابت، وان في ناس عندها 7 دي معناها انه راضي عنك جدا، وفي ناس اصلا مجامله بتحط ال10 دي مع انه هو مش راضي قوي. لكن دول المفروض ان هم مش هيكونوا هم القاعده، دول هيكونوا يعني ايه جزء يعتبره نسبه شاذه، لكن الطبيعي والمنطقي الناس معظمها هتكون منطقيه وطبيعيه. لو راضي عن المنتج بدرجه كبيره هتحط 9 او 10، لو هي اقل شويه 7 او 8، لو عندها مشاكل هتاخد من 6 الى اقل. طيب نقلب كده، بص يا جماعه هنخلص ونبدا نشوف الايه الاسئله بتاعت الناس كلها، عشان في بعض الناس بتشتت من التعليقات. ندخل على اخر حاجه، خلاص قربنا نخلص. قبل ما ادخل نتكلم عن اللي موجود قدامنا، تعرفوا ايه الفرق بين الكفاءه والفعاليه؟ نسمع كده حد يدخل، يعني ايه الفرق بين الكفاءه والفعاليه بصفه عامه؟ سيبنا من اللي بنتكلم قدامي ده، ممكن حد تفتح لي حد يا باشمهندس؟ مين يرفع ايده؟ باشمهندس محمود شوقي عايز يرفع ايده. ايوه يا باشمهندس محمد، اتفضل. الافكتفنس والافشنسي. الافكتفنس ان انا بوصل للتارجت اللي انا محدده اصلا. الافشنسي اللي هو حسن استغلال الموارد، ان انا اوصل ان انا اقلل استهلاك، ان انا يكون الاستهلاك عندي اقل ما يمكن في ان انا احقق الهدف. لازم الاثنين يكونوا مع بعض عشان اوصل للتارجت بتاعي وباقل استغلال للموارد الممكنه. تمام، ده مطلوب وده مطلوب. احيانا بيبقى تركيزي على الفعاليه اكتر من الكفاءه، واحيانا بيبقى تركيزي على الكفاءه اكتر من الفعاليه.
طيب تمام، حد عايز يقول حاجه ثانيه؟ فالكفاءه زي ما قال كده باشمهندس، انا ببص على مواردي وعلى وقتي، كل الموارد، الموارد دي فلوس، وقت، موارد بشريه، انا استفدت قد ايه من الموارد البشريه للوصول لهدفي. بصوا طيب الفعاليه، لا انا وصلت ولا الاتشيفمنت، الفعاليه دي يا جماعه واحد فعال، يعني مثلا شركه، خلينا كده مع بعض، شركه بتبني عماير بمعدل قوي جدا، بمعدل سريع، في ثواني انا كده لما ابص على المعدل الانجاز اقول عليهم دول ايه؟ افكتيف، او عندهم افكتفنس، شور، مفيش كلام. طيب هل هم فعلا عندهم كفاءه في استخدام الموارد؟ ما ممكن يكون شغال كويس جدا لكن في اهدار الموارد، هو بيخلص بسرعه لكن ما بيقفش في شيرد ريسورسز، ما بيستخدمهاش، في اهدار لبعض الماتيريال اللي موجوده، استخدام زياده لبعض الخامات، يعني واضحه الفكره؟ فانت حققت، خلصت لي التسع امارات، لكن عايز اعرف انت عندك كفاءه ولا مش عندك كفاءه؟ هنا في سؤالين مهمين قوي. سؤال الكفاءه بيقول لك احنا، لا هو بالعكس، بالعكس معلش، الفعاليه ماذا فعلنا، الكفاءه كيف فعلنا. اسال السؤالين دول بس اعكسهم، دي في غلطه كده النهارده. بالظبط، دو ذا رايت ثينكس، دو ثينكس رايت. طيب هنا ايه فيه؟ فهنا تمام، يبقى هنا الكفاءه، لا كيف فعلنا، عملنا ايه؟ ده احنا استخدمنا الموارد بتاعتنا، احنا اشتغلنا ايه عشان نوصل. طيب الفعاليه ماذا فعلنا، وصلنا ليه، خلصت قد ايه، خلصت كذا، طب خلصته ازاي؟ احضرت موارد، احضرت وقت، احضرت قوى عامله، احضرت فيزيكال ريسورسز عندك، فده الايه الكفاءه والفعاليه. طيب في العمليات الداخليه الانترنال بروسيس محتاج دايما تبص على الكفاءه، اما في مجال البيزنس فانت دايما عايز تبقى، يعني احنا بنقول الاكثر ظهورا، مش معناه ان كل البيزنس هيبقى مؤشرات فعاليه، في كل العوامل وفي كل البرسبكتيفز او المناظير انت بتبص لده وبتبص لده، لكن بنقول ينتشر اكتر في العمليات الداخليه مؤشرات الكفاءه، وتنتشر اكتر في مجالات البيزنس وخدمه العملاء المؤشرات الفعاليه. طب نقلب كده، تعالوا نبص على الافكتيفنس ده على الشمال، السيلز والمبيعات. انا حققت مبيعات قد ايه؟ افكتفنس، ده انا بعت يا جماعه مليون قطعه كشركه، ماشي. طب كاستمر ساتسفاكشن اندكس، انا يا باشا ده الجمهور بتاعي 80% منه راضي. طب راضي مقابل ايه؟ ما خلي بالك، ما انت لو حطيت مثلا موبايل او خدمه صرفت فيها فلوس كتير وفي الاخر الناس رضت، ماشي، من الناس ترضى مقابل ايه بقى؟ عشان كده اسمه افكتفنس، بس انت حققت رضا الناس. كومبلينس ويز كواليتي ستاندردز، انت النهارده عرفت تحقق الجوده او مشيت مع الكواليتي ستاندردز بتاعتك، طب ده مقابله ايه؟ صرفت فلوس كتير، ما ده مش صح. عدد الايه الديفكتس، يعني انت عندك ككواليتي كنترول طلعت مجموعه من الديفكتس برضو بفريق مقداره قد ايه، في وقت قد ايه، كل دي بالنسبه لنا افكتفنس، ان هي بتحقق بس الاتشيفمنت اللي حصل، البادجت بتاعتك. طيب نبص بقى على ايه، على الافشنسي او الكي بي اي افشنسي، الوقت اللي باخده على علشان اعمل بروسيس للطلبات. شوف انت ايه الطلب ده اللي هو الاتشيفمنت، لازم احسب الوقت بتاعه، فدايما هتلاقي فيه بالظبط معادلات الجوده والتكاليف وكده، كوست بير كول، مش كوست بس،
مش بادجت بس، لا لما احسب الكوست بالكول كل مكالمه. كوست اوف اكويزيشن، يعني ايه الكوست اوف اكويزيشن؟ المهندس روماني انا ده بالنسبه لي كاستمر او كلاينت، انا عايزه يجي معايا. طب انا صرفت كام علشان اجيب المهندس الصومالي؟ هي احرج كده، انا النهارده صرفت اعلانات 1,000,000 جنيه وجالي 100 كاستمر، هقسم المليون على 100 يبقى تكلفه الكاستمر الواحد عشان اجيبه ب 10,000 وتقدر 100,000 سنه تطلع لها. في محطات الكهرباء الفيول، الفيول كونسامشن ريت، معدل استهلاك الوقود، ده بالنسبه لي انا علشان بشوف علشان اطلع ميجا وات بستهلك وقود قد ايه. فالوقود ده مدخل انبوت والميجا وات اوتبوت، بجيب معدل استهلاك الوقود بالنسبه للميجا وات بالظبط، بقى التكليف كوست بير ليبر، تكلفه للعامل الواحد، ده برضو معدل بنسميه معدل الكفاءة. يبقى يا جماعة طيب أنا إيه فايدة معرفتي للكفاءة والفعالية؟ لازم يكون عندك معدلات فعالية ولازم يكون عندك معدلات كفاءة. معدلات الفعالية بتعرف منها أنت وصلت ولا لأ، حققت مبيعاتك، عايز المشاكل قد إيه، بس لازم تبص من الناحية التانية على طب أنت علشان توصل للمبيعات دي صرفت كام. فلازم تبص على الإفشنسي من ناحية وتبص على الافكتفنس من ناحيه ثانيه، فدي زاويه ودي زاويه. زاويه الافكتفنس بتعرف منها الاتشيفمنت ماذا فعلنا، زاويه الافشنسي بتعرف منها كيف فعلنا، وده هنا هيبقى هنا مؤشرين مهمين جدا. النهارده احنا اتكلمنا عن 6 انواع من مؤشرات الاداء، حاجه اسمها الليدنج واللاجنج. الليدنج دايما بيحط لي في الفيوتشر او المستقبل، لو انا عايز اصلح او احل مشكلتي فانا لازم ابص على الليدنج كي بي ايز. اما اللاجنج فهو نتيجه وليس سبب، فحل المشكله دائما يكون في الليدنج كي بي ايز وليس في اللاجنج كي بي ايز. طب ايه فايده اللاجنج؟ انه بيديني النتيجه النهائيه، الوضع الحالي، احنا خسرانين، احنا كسبانين، احنا ماشيين كويس، ماشيين وحش، كل ده هيبقى بالنسبه لنا اسمها لاجنج. اما المؤشرات الاخرى اللي هي الليدنج، المؤشرات اللي في حاله تحسنها فانها بتنبئ ان في ان شاء الله تحسن في المستقبل. النوع الثاني الافشنسي، الثاني اللي هو الثاني اللي هو يا جماعه حد يفكرني، الليدنج واللاجنج، الافكتفنس والافشنسي، التاني كنت عايز التاني الكواليتيف والكوانتيتيف. كوانتيتيف اللي هو الكمي هو الطبيعي اللي بيتم حسابه، كواليتيتيف هو اللي بيحتاج الى راي او نص، في الغالب بنحاول تحويله الى ارقام، والارقام دي بتكون اراء، احنا بنبدا نحسب الاراء اللي موجوده نظرا انه يستحيل ان كل حاجه في الحياه تكون محسوبه ومعدوده، فلازم نخلي رضا الناس ونخلي الانجيجمنت بتاع العمال وغيره من المؤشرات نحولها الى ارقام عشان نقدر نحسبها. ثالث حاجه الافكتفنس والافشنسي، لازم يكون عندنا مؤشرات بتقول ماذا فعلنا وماذا حققنا من انجاز، ومؤشرات اخرى بتقول كيف فعلنا ذلك، يعني احنا عشان نحقق الانجاز ده صرفنا قد ايه فلوس، وصلنا قد ايه وقت، استخدمنا موارد الشركه في قد ايه، كل ده اسمها افشنسي وافكتفنس. كده تكون انتهت محاضرة النهاردة، ونشوف كده لو حد عنده سؤال نسمع اسئلته. طيب قبل ما اقفل، بس قبل ما اقفل كنت طرحت سؤال، هسمع كل كلامكم. كنت طرحت سؤال على الناس، عندنا إدارة تعاقدات، وقلت في إدارة التعاقدات دي عايز تحسب يعني مؤشر أداء ليها، فهل تحسب عدد المناقصات اللي دخلت فيها على عدد المناقصات، يعني عدد المناقصات اللي كسبتها على عدد المناقصات اللي دخلت فيها كلها؟ يعني احنا اداره التعاقدات دخلنا في 20 مناقصه كسبنا 10، يبقى احنا نسبتنا 50%، ولا تحسب قيمه
المناقصات اللي احنا كسبناها على قيمه المناقصات الكليه، ويبقى احنا هنا ده. هل الحل هنشتغل بالعدد ولا بالقيمه؟ معظم الناس طبعا الاجابات كلها انا في رايي الصحيح صح. ليه صح؟ ليه صح؟ صح لان كل واحد بص من منظور معين، والاقرب لعمل اداره التعاقدات انه هيكون القيمه. يعني الناس اللي معظمها قالت القيمه انا بحترمه، واللي قال العدد برضه بحترمهم زي الفل، كله كلامه صح. لو انا عايز اقيم النفع، في حاجه اسمها يا جماعه البنفيتس او يعني القيمه او الفاليو بتاع اداره التعاقدات في الشركه، يبقى انا هشتغل على القيمه. طب انا عايز اقدم، عايز اقيم المجهود. الناس اشتغلت على 10 مناقصات جابت منهم 7 مناقصات، هم مش مشكلتهم انا كسبت كام، هو الناس دي اجتهدت، فانا عايز اقيم اداء الداخلي بتاعهم والبروسيس بتاعتهم، هحسب بالعدد. اذا انت قبل ما تقول اختار المؤشر اكس ولا المؤشر واي، لازم تحدد اهدافك. اهدافك هي اللي بتحدد انت الهدف بتاعك، هو اللي بيقول انهي مؤشر هو اللي هيحقق اللي انا اقيس بيه الهدف، هل هو العدد ولا القيمه. واضحه الفكره بتاعت الايه السؤال بتاع النقشه؟ وناس كتير قالت الاجابه دي، وناس قالت القيمه، وناس قالت العدد، وكله بسم الله ما شاء الله يعني اجابات رائعه جدا 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 وبتنم على خبرات. طيب نبدا بقى فقره الاسئله. في انواع كتير، الدنيا مليانه يا جماعه، الدنيا مليانه وعايزين نستفيد منها. اتفضل يا فندم، اتفضل. مين معايا بس؟ ازيك؟ مهندس عمر حسن. ازيك يا فندم عمر؟ اتفضل يا فندم. باشمهندس، هو بالنسبه للنوع اللي هو الافكتيف والافشنسي، تمام فده ممكن نقوله بصيغه ان هو التعامل مع الوقت والتكلفه والجوده، يعني التعامل مع العناصر دي بكفاءه وجوده، الوقت والتكلفه وجوده المنتج يعني. تمام صح، تمام صح كده. الموارد اللي انا بستخدمها عشان احقق هدفي، طيب كيف؟ يبقى زي ما حضرتك تلخيص او كي وورد مهم قوي، التعامل مع الوقت والتكلفه والجوده. صح، ممتاز، تمام. الله ينور. اتفضل. ماشي، مين تاني؟ في نوع اخر من المؤشرات الكوميوليتيف اند نون كوميوليتيف. تمام، طب انا هبقى اشوفه يا هندسه عشان هو مش موجود معانا في منهج الكي بي اي، هبقى اشوفه كده. و ممكن تفعلوا المايك؟ تمام، ان شاء الله بس الكورس يخلص عشان ما لخبطكوش، هعديكوا الماتيريا بتاعت الكي بي اي انستيتيوت، معهد الكي بي اي اللي بيتكلم عن الموضوع. كوميونيتي اند كوميونيتي، يبقى نشوف اشوف التصنيف الرابع ده بس. اتفضل. باشمهندس عمر او باشمهندس محمد، فاتحين المايك؟ انا فاتح المايك، هم بس يفتحوا المايك. طيب افتحوا المايك يا جماعه. في تصنيف تاني استراتيجيك وتكتيك، تمام. السلام عليكم ورحمه الله. تمام تمام، ده مع مستويات اداريه. اتفضل يا فندم. الاوبجكتيف والجولز الاثنين ترجمتها بالعربي اهداف، وايه الفرق بينهم؟ وهل في فرق في الترجمه؟ الجولز والاوبجكتيف، والفرق في المعنى اهم كمان طبعا. تمام. والاعلى فيهم اللي هو الاوبجكتيف وبعد كده الجولز، ولا العكس؟ وترجمتهم ايه؟ تمام يا فندم. الجول هدف سبجكتيف، يعني هدف عام اكتر، هدف عام. ترجمتهم اللي انا الترجمه اللي اعرفها ان الاثنين بمعنى هدف. الاوبجكتيف هدف محدد زي ما قلنا قبل كده، سمارت. فالهدف العام ينتج عنه مجموعه من الاهداف اللي هي الاوبجكتيفز، يعني في جول كبير تحتيه. العلماء بيقول لك ان كل جول بيبقى فيه في حدود 3 او 4 اوبجكتيفز معنى هدف. فالمعنى هو واحد اللي هو هدف عام، والثاني هدف محدد او اكثر تحديدا، سمارت. سمارت بالظبط، سمارت بالظبط، اللي هو سمارت سبيسيفيك ميجرابل اتشيفبل ريلستيك تايم بيست. تمام. طيب مين كمان يا جماعه؟ السلام عليكم. عليك سلام. باشمهندس محمد، معك يا مهندس عمر بصيص.
بالنسبة للقياسات أو النسب، أنا النسبة المئوية هل دائما استخدمها مع النوع الكمي أو كمان ينفع استخدمها مع النوعي اللي هي المؤشر الكمي المؤشر النوعي؟ أنا النسبة المئوية استخدمها فقط مع المؤشر الكمي، أو عندما أحول أنا المؤشر النوعي إلى أرقام ممكن استخدمها برضو النسبة المئوية؟ تمام يا فندم، الله ينور، ماشي تمام. لا، النسبه المئويه ما فيش ارتباط بينها وبين الكمي او الكيفي. يعني مثلا عندك الساتسفاكشن كله، يعني كاستمر ساتسفاكشن هو نوعي ولكنه نسبه مئويه. وبرضه ممكن اجيب لك كمي تاني، نسبه المعيب في المنتج نسبه مئويه ولكنها كوانتيتيف كميه، هعد المعيب بالنسبه للمنتجات الكليه، فهنا بالنسبه لنا فلا ارتباط بين النسبه المئويه وانها كونها كواليتيتيف يعني نوعيه او كميه. واضح يا جماعه السؤال؟ السؤال بتاع الباشمهندس بيقول لك هل هناك ارتباط يعني كل النسبه المئويه لازم تكون كميه؟ لا، في بعض المؤشرات النوعيه بتكون وبتكون ايه نسبه مئويه. المايك مقفول عند المهندس محمود شوقي يا جماعه، هو مش عارف بعت لي برايفتلي، هل هو مزاج ولا غصب عنه؟ هو ممكن يجرب يفتح المايك. تمام، الو، ايوه والله تمام. كان عندي بس سؤال يا باشمهندس، مش عارف ممكن اخد دوري ولا لا دلوقتي. اتفضل يا فندم. تمام، بالنسبه للمؤشر اللي هو البرفورمانس فاكتور بتاع اللادنج واللاجنج، لما حضرتك قلت ان اللاجنج لازم ان احنا نشتغل عليه عشان خاطر نحسن من المؤشر بصفه عامه، بس انا اللاجنج سوري، بس انا شايف ان اللاجنج كمان لازم نشتغل عليه في نفس الوقت. يعني مثلا حضرتك اديت مثال ان مثلا لو انا عندي ساتسفاكشن بتاع كلاينتس بس ما عنديش ارباح في اول شهر، فانا ممكن نقص الارباح او ان انا ما بحققش ارباح من اول شهر ممكن ما يكونش بسبب المبيعات بتاعتي اصلا، يعني ممكن يكون بسبب مثلا انا مش عارف ادير الموارد بصوره كويسه او بسبب اخر ممكن ما يكونش لأي علاقة بالمبيعات بتاعتي. جميل، طب معرفش إذا كان ممكن إن إحنا نحسن من المؤشرين في نفس الوقت ولا لأ، علشان المؤشر بتاع البرفورمانس نفسه يكون يوصل نعمل له اوبتمايزيشن، يعني يوصل لأعلى نسبة أمثالية بصفة عامة. ده أول سؤال. ثاني سؤال من فضلك بس قبل ما أنسى، لو أنا مثلا شغال في بيم بروجكت مثلا والبارتنرز الستيك هولدرز كلهم شغالين من خلال performance factors متغيره على حسب اللي حضرتك شرحتها من شويه، انما انا في النهايه عايز ان انا وانا بعمل بوست مورتم بتاع المشروع عايز ان انا اقيس performance factor بتاع المشروع بصوره عامه، خصوصا انا لو شغال مثلا في اوبن بيم وكل الناس شغالين بنفس لحد ما نفس الستاندرز او ستاندرد متشابهه، فازاي ان انا اختار مين اللي بيختار؟ هل يا ترى البروجكت مانجر الرئيس بتاع المشروع ولا الاونر هو اللي هيختار البرفورمانس فاكتور في نهايه المشروع علشان خاطر ادي صوره طبيعيه او صوره حقيقيه في البوست مورتم بتاع المشروع لما بعمل له الهاند اوفر النهائي؟ تمام. طيب نجاوب السؤال الثاني الاول عشان لسه هو حاضر معايا. النقطه بتاعت مين هو اللي المفروض ان الاونر بيكون ما عنده كونسلتنت ده هو علشان حاطط مجموعه مؤشرات عشان لما يجي يستلم منك از كونتراكتور، انت كونتراكتور يبدا يقيم في ادائك، فالمفروض ان الاونر هو اللي بيقيم ادائك من خلال طبعا مش هو نفسه، لان بيكون المفروض ان في كونسلتنت عارف الشغل بتاعك كبيم او بيلدينج انفورميشن موديلنج انفايرمنت بصفه عامه، ويبدا يحط لك الكي بي ايز دي وعشان يحاسبك على معدلات تسليمك وعلى شغلك وعلى الاتشيفمنت بتاعك وعلى الاهدارات اللي انت بتكون موجوده. ففي الغالب بيبقى كونسلتنت او استشاري بيبقى تابع للاونر عشان يراقب البروجرس بتاعك. طيب النقطه اللي انت كنت بتقول عليها بتاعه الليدنج ان ممكن يكون عامل تاني مش معروف، طب يا جماعه احنا بص احنا ضربنا امثله، الامثله دي ممكن تكون خاسره، لكن احنا بنقول ان لكل شيء سبب، فهناك مؤشر قائد لمؤشر اخر،
فان لم يكن المؤشر الاولاني بتاع الكاستمر ساتسفاكشن هو القائد الوحيد عندي، خلاص يبقى ده مش ليدنج. ده واضحه الفكره؟ الفكره هي ان اللاجنج هو شيء، هو نتيجه يعني، نتيجه ان انا النهارده انا كسبان خسران، ويا عم اتفرج على الكوره يا عم، فريق كوره خسران، ده اسمه لاجنج واقع مش هعرف اعمل فيه حاجه. طب هعمل في ايه؟ حد اشوف معدلات الجري بتاعتي، استحواذي على الكوره، الهجمات المرتده، واتيفر، كل دي يعتبر بالنسبه لي ليدنج لايه؟ لفوزك او مكسبك بعد كده. تمام يا هندسه؟ طيب مين تاني عايز حاجه؟ طيب شكرا لحضراتكم عشان الناس بس ما اعطلهاش اكتر من كده. وعايز ان شاء الله المهندس عمرو، نسمع المهندس عمرو، اتفضل يا باشا. معلش يا فندم، كان في مثال كويس قوي للليدنج واللاجنج، كان مثال مبسط وبينفع مع الزملاء كتير، اللي هو لو انت عايز تقلل وزنك او تعمل دايت، فالمؤشرات الليدنج هو ان انت بتقيس مثلا عدد الكالوريز اللي بتاكلها في اليوم، بتقيس عدد ساعات الرياضه اللي بتعملها في اليوم، دي كلها الليدنج. اللاجنج انك بتقيس وزنك كل يوم وصل لكام، فده اوريدي بعد ما حصل. صحيح، الله ينور عليك. تمام رائع. شكرا. مثال جميل قوي، بس المهندس عمرو فوزي بيقول لنا مثال جميل جدا. انت النهارده بتبص، حتى هتلاقي في بعض المحلات بيحط لك السعرات الحراريه بتاعت كل اكل 150 كالوري. طب خلاص انت بعد فتره اكيد وزنك هيبدا يقل بعدها. فهو الشغل كله على ايه؟ على الليدنج. يعني شغلك انت خلاص ميزانك ده مش هتعرف تعمل فيه حاجه، هو يعني هتشتغل فيه على الجزء بتاع الليدنج اللي ضربه لينا الباشمهندس. تمام. طيب شكرا لحضرتك. كل واحد فينا يضرب امثله ليه، هحط لكم ليدنج ولاجنج، وهبقى احط لكم السؤال ان شاء الله، هظبط لكم الاساينمنت وتبداوا ان شاء الله تحلوه في الامر، وهبدا بقى اصحح لكم الاساينمنت او هراجع معاكم الاساينمنت الاولاني والاساينمنت ده ان شاء الله، حطوا على الجروب باذن الله تبارك وتعالى. المحاضره الجايه ان شاء الله المحاضره هنبدا بقى نخش في التقيل، هندخل بقى في الخريطه الاستراتيجيه، وبعدها هندخل في بطاقات الاداء المتوازن، وربنا المستعان كده، وان شاء الله نبدا نشوف كده الاهداف بتاعتي والخريطه الاستراتيجيه والبرسبكتيفز او المناظير المختلفه بتاعه الشغل. تمام. شكرا لحضراتكم، ان شاء الله ميعادنا يوم الاحد الجاي المحاضره القادمه ان شاء الله.